وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. سبقني الإخوة الكرام بما لا مجال إلى إضافة المزيد بعدما تفضلوا به وأفادوا، ولكنها بعض كلمات أداء للواجب تجاه الأحبة الذين قدموا على مدى عمر هذه الحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية وقبلها، فهو نوع من أداء الواجب أمام ما قدموا وعرفان بحقوقهم علينا. الرسالة الأولى في 15 من فبراير قالت الجماهير المقاربة إلى 300,000: نحن ماضون في المطالبة بالديمقراطية ولن نتوقف، وليخسع قمعكم ولتخسع كل محاولاتكم بعد 3 سنوات من عن جهية النظام. وردد هؤلاء الأحبة شعارات هذه المسيرة تعبيرا عن هذه الإرادة الشعبية. كما سبقني الإخوة، فجاء انتقام النظام منهم ومحاولة التعبير عن هذا الحنق والضيق من تلك المسيرة، واختير هؤلاء الأحبة ليشكل هذا رسالة. رسالة تقابلها رسالة. الرسالة التي نرسلها للنظام الذين حضروا في 15 من فبراير سيستمرون، وهؤلاء الأحبة وأنا أعرفهم سأتكلم عن لسانهم، سيستمرون مهما فعلتم بهم بالمعتقل ومهما أبقيتهم في المعتقل، سيخرجون إلى المنصة مجددا وسيرددون ذات الشعارات وأشد من تلك الشعارات، شعارات حق مطالبة بحقوق هذا الشعب. هنا يطرح معنى آخر عام يشمل الأحبة ويشمل من حضر في مسيرة 15 من فبراير وغيرها من محطات الثورة: السلمية وضريبة السلمية. السلمية ليست خيارا جبانا وليست خيار عاجز، فما أسهل أن تتحول الحركات الشعبية إلى وسائل العنف، وستجد من يغذيها. اليمنيين يبون يحاربون، سيجدون دول تغذيهم. يريدون أن يتقاتلوا، سيجدون دول تغذيهم. المصريون يريدون، سيجدون من يغذيهم. السوريون الليبيون سيجدون من يغذيهم. لو أراد البحرينيون سيجدون من يغذون العنف. دول متضاربة ومصالح متضاربة ويمين وشمال، ولكنهم اختاروا وفقا لبصيرة قيادتهم ووعيهم الشعبي أن يختاروا خيار السلمية للوصول إلى مطالبهم. عندما اختاروا هذا الخيار أيضا يدركون بأن النظام الذي يواجهونه نظام لا يقدر أي إيجابية في المعارضة أو في الحالة الشعبية، وأنه سيفتك بكل الوسائل التي يتمكن منها من أجل إخضاع هذه الحركة وإخضاع هذا المطلب الديمقراطي وعدم الاستجابة له. رسالتنا تقول: اعتقل، عندك 3,000 في المعتقل واعتقلت هؤلاء الأحبة، سنستمر في سلميتنا، وستعجز يوما من الأيام عن اعتقال المزيد، لأننا كلنا مستعدون أن نمضي على خط هؤلاء الأحبة، وسنحضر المسيرات، وستكون الطريق إلى السجون طريقا بالنسبة إلينا طريقا رحبا، على غرار غاندي وقبل غاندي جميع الأحرار الذين آمنوا بقضية فلم تشكل المعتقلات بالنسبة إليهم تخويف أو محطة سيتوقفون عنها. اعتقلتم من أجل أن تهدد غيرهم في الحضور أو في الإنشاد؟ أدعو جميع المنشدين في المسيرة القادمة أو في الفعالية القادمة، وكشيء رمزي أن يصعدوا ويرددوا شعارا واحد. أريد عشرات المنشدين، أريد عشرات المنشدين في المسيرة القادمة يخرجوا، وكما تفضل سماحة الشيخ حسين، وإذا احتجنا إلى أن تخرج القيادات لتصعد على هذا السكسويل بالتعبير الشعبي فهي حاضرة لأن تصعد على هذا السكسويل. ولكننا سنكسر بهذه السلمية وبهذا الإصرار وبهذا الاستمرار، سنكسر هذه العنجهية لهذا النظام. هذا الخيار الذي أخذناه ونعرف ضريبته،
ولكننا أيضا نؤمن بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى أن هذا الطريق سيأتي لنا بالنصر وسيأتي لنا بحقوقنا المغتصبة. إلى أهالي الأحبة، من حضر المسيرة قرابة 300,000، تأكدوا أن هؤلاء 300,000 وغيرهم ممن عاقته ظروف الوصول إلى هذه المسيرة أبناءكم في قلوبهم، يتضامنون معهم، يذكرونهم، وسيفعلون كل ما يستطيعون من أجل خلاصهم، وستجدونهم بينكم بإذن الله، ستجدونهم بينكم مرفوعي الرأس، وسيواصلون المسيرة، وسنجتمع معهم إن شاء الله في أفراح هذا الوطن. هم الذين عملوا من أجلهم، وبقية إخوانهم عملوا من أجل أن نجد هذا اليوم الذي يتنفس فيه الوطن كرامة وحرية وأمن ومستقبل إلى أبنائه. إلى ذلك اليوم سنلتقي بإذن الله معهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.